الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب القيم العظيم، وهو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة التوحيد والعقيدة الصحيحة، وكثير من الناس يبغضه إما لجهلهم بالدين أو لجهلهم بحاله، وإما لأنهم يحملون مناهج منحرفة وعقائد ضالة، وذلك أن الذي يأتي بالحق لا بد أن يعادى، لقول الله تعالى: فاصبر على ما يقولون، فلا بد أن يقولوا، ولقوله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهو يهدي المؤمن إلى الحق، وهو الذي ينصره سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إلى آخر الآيات. وتجد الذين يطعنون في مثل هؤلاء الأئمة إذا سألتهم ما هي المطاعن، فإنهم يجيبون بأشياء في كتب هؤلاء الأئمة وفي كلماتهم الرد عليها، إما أن يقولوا بأن عقيدته يهودية وتجد في كتبه الرد على اليهود، وإما أن يقولوا بأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وتجد في كتبه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى محبته وإلى اتباعه صلى الله عليه وسلم، وهكذا، أو أكاذيب وإشاعات، ولا يسلم من هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب أحد من الناس. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلق شيء مستدير، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد، والخيط ونحوهما، فالذي يعلق حلقة أو خيطا في عنقه أو في عضده أو في دابته، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هذا داخل في هذا الباب، ويعتقد في هذه الأشياء أنها تدفع عنه الشر أو العين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد ذكره لباب التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال الفوزان حفظه الله: لأن هذه الأشياء هي ضد التوحيد، وهي التي تنقضه، أن يشرك العبد بالله شركا أكبر هذا ينقض التوحيد، وأن يشرك بالله شركا أصغر هذا ينافي التوحيد أو هو ضد التوحيد. وهذه الأشياء إن اعتقد أن الذي ينفع والذي يملك الضر هو الله سبحانه وتعالى والضر، وإنما هي أسباب، فهذا من الشرك الأصغر. وإن اعتقد أنها هي التي تنفع وهي التي تضر فهذا من الشرك الأكبر. لو اعتقد إنه دي أسباب، معلق له خيط
ولا حبل ولا حلقة كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى من وتر أو قلادة أو نحو هذه الأمور، واعتقد أنها مجرد أسباب، وأن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. وإن اعتقد أنها هي بعينها وبنفسها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر. للتفصيل في المسائل دي. الشرك الأكبر نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يخرج الإنسان عن ملة الإسلام، بخلاف الشرك الأصغر فإن صاحبه وقع في ذنب عظيم لكنه لا يخرج من الإسلام ومن الدين بمجرد هذا الذنب. ومن الفروقات أيضا أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ومن الفروقات أيضا أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، فصاحبه يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. والشرك الأصغر هو ذريعة سبيل وطريق إلى الشرك الأكبر. مثال للشرك الأكبر أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، وأن تعتقد أن فلانا يعلم الغيب وأن فلانا يهب الذرية. مثال للشرك الأصغر يسير الرياء، زول بيصلي شاب الناس بيدعين له بقى بزين في شنو؟ في صوته تجملا لهؤلاء الناس، هذا من الرياء، من يسير الرياء. أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يقول وحاد جناي وحاد النبي صلى الله عليه وسلم وحاد فلان، وهو لا يعتقد أن الحلف بفلان مثل الحلف بالله تعالى، وإنما هو دون الحلف بالله تعالى، فهذا من الشرك الأصغر، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأنه إن اعتقد أن الحلف بفلان كالحلف بالله أو أعظم هذا شرك أكبر. دي من الفروقات. في مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل يغفر الشرك الأصغر أم أنه داخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يدخل في عموم الآية، لرفع البلاء أو دفعه. الأشياء دي يا جماعة بعلقوها، لرفع البلاء أو دفعه. الفرق بين رفع البلاء وبين دفعه، رفع البلاء بعد أن ينزل، بعد أن ينزل، ودفع البلاء قبل أن ينزل. يعني زول بيعلق حاجة خايف العين تصيبه، ده قبل أن ينزل عليه البلاء، يخاف أن تقع عليه العين أو أن تصيبه العين، أن تصيبه العين، فيعلق مثل هذه الأمور لدفع الشر قبل أن ينزل. أو أصابته عين يعلق هذه الأشياء لرفعها، يعني رفع البلاء قبل، بعد أن نزل، رفع البلاء بعد أن نزل، هو نزل وأنت تريد أن ترفعه، أن تزيله، ودفع البلاء قبل أن ينزل. ده الفرق بين العبارتين والجملتين أو الاسمين. مش الاسمين، وإنما الفرق بين الرفع والدفع، بين الفعلين. طيب، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية من سورة الزمر. قال حفظه الله تعالى شيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد، قال هذه السورة وهي سورة الزمر، قال تتكلم عن العقيدة وعن إصلاحها
وعن ضدها وهو الشرك بالله تعالى من أولها إلى آخرها. ومن ذلك هذه الآية: قل يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر من بعده من أمته، قل أفرأيتم، يعني أخبروني، ما تدعون من دون الله. وقول ما تدعون من دون الله للعموم، تفيد العموم، لأن اسم الموصول فيه العموم، فيشمل الأصنام ويشمل الأحجار ويشمل ما يعقل وما لا يعقل، يشمل القبور ويشمل الأولياء والصالحين ويشمل الملائكة والأنبياء، كل ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى وما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإن كان الخطاب ابتداء لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام من دون الله، فالله شيء سبحانه وتعالى ودون الله شيء آخر. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل يستطيع غير الله تعالى أن يكشف ضرا أنزله الله تعالى بالعبد؟ الجواب: لا يستطيع. بقية الآية: أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ ودرد على الناس اللي يقول لك بنكجر الحاجة، الدارية يعني بتاعتنا، يقول لك بنكجر الحاجة وبنحوطها، نحن بنحوط. قال لك: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ يقدر يحوط أو يمسك أو كذا أو كذا. قل حسبي الله، هذه بقية الآية، حسبي الله أي كافيني، يكفي. وهذا الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد يعتقد في الله وحده لا شريك له، ما لا يعتقد إلا فيه، فهو الذي ينفع، وهو الذي يملك الضر سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحول البلاء من فلان إلى فلان، ومن نوعه إلى نوع آخر، من مرض إلى فقر وهكذا. وغيره لا يملك هذا. أما المشرك فإنه يعتقد في كل شيء. ناس بيعتقدوا زين، عانت في العالم ده ناس بيعبدوا أشياء يحيروك ذاته. ناس في الهند، ما كل الهنديين، في واحدين مسلمين، واحد تلقاه بيعبد لبقر، وناس بيعبدوا أشياء لا تقال في المرأة. فهذه الآية فيها رد على الذين يعتقدون في غير الله سبحانه وتعالى النفع والضر أو الضر، وفيها أن العبد يتحدى هؤلاء، يتحداهم ويكسر شوكتهم، لأن هذا هو شأن الأنبياء والرسل. قال الله تعالى عن هود عليه السلام لما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ذا كل الأنبياء الكلام ذا يا جماعة عندهم، ما هود عليه السلام وحده، نوح عليه السلام قال الله عنه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
وقال الله عن مؤمن آل ياسين قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وموسى عليه السلام قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. والصحابة قال الله عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، قال عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: هذا الرجل، جاءت بعض الروايات أنه هو عمران نفسه رضي الله عنه، ذكر هذه الرواية ونقلها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد. صفر نوع من المعادن معروف كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فقال: ما هذه؟ وهذه فيها فائدة ذكرها الشيخ الفوزان، أن الشيء المحتمل للشر والخير فإن العبد إذا أراد أن ينكره يستفصل من صاحبه ماذا أراد به، أما الشيء الذي يحمل وجها واحدا فإنك تنكر على صاحبه وإن قدمت بمقدمة أحيانا، ولكن لا بد أن تنكر على صاحبه. قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة مرض يصيب اليد والعضد، وبعضهم قال هو خاص بالرجال دون النساء، أن يلبس هذه الحلقة من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد، قال بسند لا بأس به، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. برضو بعض الناس تقول الألباني بالضايع. والشيخ ابن باز رحمه الله قال: ما أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني، وشهد له المعادي والموالي بالعلم. بل بعض أهل البدع، بل أكثر أهل البدع في مصنفاتهم يقولون صحاه الألباني، ضعفه الألباني. وهو إذا ضعف حديثا فإنه لا يضعفه من منطلق الهوى نحسبه والله حسيبه، وإنما يقول هذا الحديث ضعيف لأن في سنده فلان وقد جاءت روايته عن فلان وقال فيها أهل العلم كذا وكذا وكذا، وينقل كلام أهل العلم السابقين في فلان وفي الحديث أحيانا. لكن هناك أحاديث صحيحة بمعنى هذا الحديث كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. قال: وله، أي للإمام أحمد، عن عقبة ابن عامر مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فلا أتم الله له دعاء، فلا ودع الله له أيضا دعاء. فلا أتم الله له لأنهم يعتقدون أن بها يتم دفع العين والشر، فلا ودع الله له
من الدعاء وهي السكون والاطمئنان. وهذه الروايات أيضا ضعيفة كما في السلسلة الضعيفة، لكن الرواية الصحيحة وذكرها المصنف قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه هي الرواية الصحيحة التي في السلسلة الصحيحة، وهي أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. من تعلق تميمة، وفي لفظ: من علق تميمة فقد أشرك. ومعنى تعلق أي علقها وهو معتقد بقلبه أنها تدفع عنه العين والشر، فقد أشرك، أشرك بالله سبحانه وتعالى غيره. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قطع الخيط وقال وتلا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن أكثر الناس يؤمن بوجود الله، وكثير منهم يؤمن بأنه هو الرب الخالق المالك المحيي المميت المدبر، لكنهم يدعون غير الله تعالى ويتعلقون بالمخلوقات كتعلق هؤلاء الذين يعلقون التمائم والذين يعلقون الخيوط والذين يعلقون مثل هذه الأشياء، ويعتمدون عليها أنها سبب أو أنها هي التي تنفع وهي التي تضر. يعني ما يزول مشرك معناه بقول الله ما في، يعني في ناس بيقول لك كيف؟ بيقول لك نحن عارفين الله فيه والرسول فيه صلى الله عليه وسلم، وبنصلي وبنصوم وبنحج وبنصدق وبنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب كشف الشبهات، وهكيف تخلينا نحن أو تبقينا نحن زي الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام البشرك بالله جل وعلا؟ ما بزول بخلي فلان زي فلان ظلما زي زول منصف، لكن انت بتشهد أن لا إله إلا الله وانت بتنقضه، انت بتقول لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لما تجي تعبد بتصرف العبادة لغير الله، مجرد الكلام هل يغني عنك من الله شيئا؟ لا يغني عنك من الله شيئا. ورب العزة والجلال لما وصف الكفار إنهم كفار: منهم من كفر بالله بقوله وبعقيدته أنه لا يوجد الله سبحانه وتعالى، أي أو ليس لله وجود، ليس لله وجود، دي العبارة صحيحة ديك ما صحيح، يعني بيقول الله ما في، الله ما في، ده واحد كافر. واحد تاني بيقول الله في لكن عنده ولد، ده كافر. واحد تالت بيقول الله في لكنه ثالث ثلاثة، ده كافر. واحد بيقول الله في لكن بندعوه وندعو غيره، ده كافر بالله سبحانه وتعالى. وديل أقوال ما كلها واحد، لكنهم أصناف وكلهم جميعا وكلهم من أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى. فكونوا أنت تقول لا إله إلا الله ولو الليل والنهار بتقول فيها وأنت بتنقضها بفعلك أو بعقيدتك لا تغني عنك من الله شيئا، لأنه في ناس قالوها وقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا عارفين أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وبعد هم في شك من أمرهم وهم ينقضون هذه الكلمة، والله تعالى قال عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبعدين يا جماعة الزول لو صلى وصام وعبد الله بل صارت عبادته كعبادة الأنبياء، فإن الله تعالى قال عن هؤلاء: إن أشركوا بالله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ده الأنبياء عديل مش بيصلوا بيصوموا زاي،
وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في ناس قائلين بس الدين ده بس دخل ثاني ما بيمرق، ولك أنا سوداني الحمد لله وبصلي وآيته مسلمين، يعني بنكفر كيف؟ مش الباب ده فاتح، البيدخل مسلم والبيمرق كافر، وانت بتدخل بكلمة وقد تمرق بكلمة، لأن الردة إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك، أربع أشياء. يعني انت ممكن تكفر بمجرد الشك، بتصلي وبتصوم وبتحج وبتبكي في القرآن وكذا، شكيت في الدين كفرت بالله. وممكن تكفر بقول ماشي تمام وزول كويس، فجأة تضحك بالدين، بس نكتة تضحك مع الناس بنكتة، بس نكتة بس تمرق برا الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هو أنبياء بخافوا علينا نفسهم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم عليه السلام. وكأنه ضمن خلاص، يقول لك أنا أصله مسلم ده تاني ما خلاص. وإنت ممكن تبقى زي أبي جهل بكلمة بس تكفر بالله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل في هذا الباب، مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لمثل دفع العين أو لرفعها، لدفع البلاء أو لرفعه، فيغلظ على العبد في مثل هذه المعاصي، لأن الكفر لأن الشرك الأصغر أعظم من بقية المعاصي. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، استشهادا بذاك الحديث الذي ذكرنا أن بعض أهل العلم ضعفه، ففيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر قال الشيخ الفوزان، لأن الله لا يغفره، فهو يدخل في عموم الآية. الثالثة أنه لم يعذر أو لم يعذر بالجهالة، لم يعذر الصحابي ذاك الرجل بالجهالة، أو لم يعذر الذي فعل هذا الفعل بالجهالة. وهذه المسألة مسألة عظيمة وفيها خلاف بين أهل الحق، كما ذكر الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهي مسألة العذر بالجهل. يعني هل الزول إذا وقع في الشرك هل طوال يقول ده مشرك، ولا يعذر بجهله حتى يبين له؟ والصحيح أنه يعذر بجهله حتى يبين له. قال لقول الله تعالى عن أصحاب موسى عليه السلام، قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل إنكم قوم تكفرون، ولم يقل لهم أنتم كفار وكفرتم، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر أي على اضمحلال وهلاك وبطلان. واستدل أيضا بقول الله تعالى عن أصحاب عيسى عليه السلام عن الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فلم يكفرهم ابتداء، وإنما قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، لما قال بعض الصحابة في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه:
قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما علمهم. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ما أفضل طوالي وقع في الكفر تقول لي أنت كافر حتى تقيم عليه الحجة. وأدلة كثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن قولي بما كنت تقولين. قولي المدح الغير شنو غير ده. ما طوالي قال لا شنو انت كافرة وارتديتي وكذا وكذا. طيب الرابعة، ولذلك انت تعرف ان المسألة دي اصلا فيها خلاف بدري، لكن تشوف الخلاف دائما، انت لما نحصل خلاف او اختلاف تشوف الدليل مع منو، هذا ده كم دليل وغيره من الأدلة، تشوف الدليل وين. يقول لك والله عندنا فتاوى من علماء كبار قالوا الشغلة دي ما فيها عذر، ومن انا عارفين في فتاوى، في فتاوى مرات ملفقة وفي فتاوى عديل فتاوى قالوا علماء نحن عارفين فيها خلاف المذهب، لكن الدليل مع منو والحق وين. ما يخدعك يقول لك والله زول جاب كتب كثيرة، أي زول في البلد دي خاصة بلدنا دي جاب له ضلال بيجيب معه كتب، أي زول تلقى كتب رادمة بيجاي وبيجاي ما داري يجيب، تلقى بيجاي وبيجاي، واحد تلقى قاعد جنبه بنظارة ما في أي فايدة زي واو عمرو، تلقى بس قاعد جنبه وكذا ونظارة وقاعد جنبه والكتب ويدق في الكتب. أتحدث السعودية وثلاثة شباب في السودان لخبطوه اللي كبار، وفي السعودية ثلاثة في السودان لخبطوا ليه راسه اللي دار تمرقة بغادي. وزول قال غير الله بنزل المطر، قال عندي 70 دليل غير الله بنزل المطر والمطر بحسب الطلب، بعد ده قال عندي 70 دليل انه غير الله بنزل المطر. يعني اي زول قال لك انا عندي دليل انت خلاص بتصدق، انت شوف الدليل ذاته صحيح ولا ضعيف اول شيء، وبعد صحيح الفهم الصحيح له شنو، هل الصحابه فهموا كذا وكذا. ايات واضحه، افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه، ودي ما يقول لك في الاصنام لانه ما في صنم بيشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، دل البشر عديل، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تشكر الله ولا تشكر في ذيل في السودان وبنزل المطر، والمطر تقال المطر ده بالصلاح، بس صالح الله بنزل لهم مطر، ما صالح ما بنزل لك مطر. هو لو صالح ذاته بنزل لك الله، مش انت اللي بتنزل المطر. تقول لا كذي تعالي انزلي تنزل، كفار بيجيهم مطر بيتلجوا تلج ذاته كر فوق العربية، انت مطرك ده بنزله الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. فالشرك لا ينفع صاحبه بل يضره، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه،
لبئس المولى ولبئس العشير. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. البقع في الشرك يغلظ عليه، لكن ابتداء يدعى بالتي أحسن، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل يغلظ عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا في حديث آخر حسنه الألباني رحمه الله تعالى. سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. معنى وكل إليه أي أنه ما دام أنه تعلق به فإن الله يتركه وما تعلق به. تعلقت بميت يتركك أنت والميت، والميت لا يغني عنك شيئا ولا ينفعك ولا يضرك، ومن وكل إلى الضعيف صار إلى الضعف، وأما من توكل على القوي فإنه لجأ إلى ركن عظيم وإلى ركن قويم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك ومن تعليق التمائم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، حذيفة رضي الله عنه الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في آية البقرة. آيات كثيرة في البقرة تأتي في الرد على أهل الشرك سواء وقعوا في الشرك الأكبر أو الأصغر، منها آية البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. العاشرة أن تعليق الودع عن العين أو من العين من ذلك. والسبع علقوا برمو والداعية وغيره. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني أنه إذا تعلق بهذه الأشياء بالتمائم أو بالودع فإن الله سبحانه وتعالى لا يتم له ولا يدعه في راحة وفي سكون، لأن قوله فلا ودع الله له أي لا جعله في راحة ولا في سكون. الباب ذا يا جماعة باختصار الزوج ما يعلق شيء يعتقد فيه النفع والضر. اشتريت حافلة ما تعلق شعر ورا، اشتريت عربية ما تعلق لك جزمة الطفل تحت، اشتريت لك بيت ما تعلق فيه قرون، كلها تشغل بها الناس عشان ما يدوا حاجتك دعين يقوموا يعاينوا للأشياء دي. وبجينا إن شاء الله في الباب الذي بعده تفصيل أكثر من هذا إن شاء الله تعالى. فالزوج ما يعلق أشياء يعتقد فيها النفع والضر، ويدخل في هذا ألا يفتح على نفسه باب الذرائع. يعني لو قالوا في نحاسة بتشفي، نحن ما معتقدين إنها هي اللي بتشفي ولا كذا، لكن طبيا كذي هاي تقالوا شغلة دي بتأثر، وفي حبوب غيرها، في حبوب وفي حقن، ولو ما في حبوب ولا حقن ما دام إنه الشيء ذريعة لأهل الشرك أن يقعوا في الشرك فلا تفعلوا، فلا تفعلوا. الطفل دار يطهروا يختنوا تلقى ملبسنوا حاجات ودوا البحر، ولك الزول لك كان ما ودوا البحر ما بلد، أنا مرت بي يقول لك
إما دخلوا البحر وحمموا كذا في البحر ما بلد. في ناس ذاته بلدهم ما في بحر ذاته، تلقى أولادهم كتار بالبحر وفي ذرية بالبحر، ده يديك حجاب بتاع ولادة، ورقة بتاعت ولادة، ما بعرف محاية بتاعت ولادة، بحر بتاع ولادة ذاته. أقول هو البحر ذاته بينقص مرات ما يزيد نفسه.